ده الشأن. نروح للبنك الدولي، والبنك الدولي وافق على الشريحة الثانية بإقراض مصر مليار دولار. وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي في اجتماعه أمس على حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها مليار دولار من قرض 3 مليار دولار على 3 سنوات. الكلام ده كان في إطار عملية تمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المجالات الاقتصادية الحيوية. قال أيضا البنك في بيانه: هذا هو القرض الثاني لإغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية. ده الكلام ده كان في نص بيان البنك الدولي.